غياب مبادرات دولية جدية لم يبقى لنا للتوصل إلى وقف لإطلاق النار إلا الذهاب لانتخاب رئيس للجمهورية، رئيس يطبق الدستور ويحترم القوانين المرعية الإجراء، رئيس ذو مصداقية يتعهد مسبقاً وبشكل واضح وجلي بتطبيق القرارات الدولية، خصوصاً القرارات 1559، 1680 و 1701. وفقاً لجميع مندرجاتها كما لبنود اتفاق الطائف ذات الصلة، رئيس يتعهد بشكل واضح وصريح أن القرار الاستراتيجي لن يكون بعد اليوم إلا للدولة وللدولة وحدها. رئيس يتعهد بإعطاء الجيش اللبناني كل الصلاحيات اللازمة لعدم ترك أي سلاح أو تنظيمات أمنية خارج الدولة. من بيروت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ توني أبي نجم. أستاذ توني أهلا بك. قد لا يكون هناك خلاف على ما قاله السيد سمير جعجع، ولكن هو كيف يمكن فرض ما يقول؟ يعني كيف يمكن قوى المعارضة اللبنانية والأحزاب اللبنانية المتفقة في هذه الفكرة أن تفرض ما تقوله؟ كيف يمكن أن تقنع السيد نبيه بري بأن يفتح البرلمان وأن يكون هناك إجراء لانتخابات رئاسية لسد هذا الشغول الرئاسي؟ مساء الخير لك وللمشاهدين. لم يكن أحد في لقاء مع راب مغشوشا من أنه سيتمكن من حاليا من فرض الرئيس بالمواصفات التي أعلنها البيان الختامي، ولكن هذا الموقف كان ضروريا وأساسيا في مواجهة كل محاولات الفريق الآخر، أي فريق رئيس مجلس النواب وحلفائه، من أجل تمييع موضوع الانتخابات الرئاسية في ظل هذه الظروف وفي ظل انكسار حزب الله والسعي نحو الإتيان بما يسمونه رئيس توافقي لا لون له ولا طعم ولا رائحة، يكون عمليا خاضعا لأهوائه. وبالتالي كان من الضروري بمكان إعادة تموضع القوات اللبنانية ومن حولها المعارضة لإعلاء سقف المطالبة في الموضوع الرئاسي، وبالتالي لم يعد ممكنا الحديث نعم بطبيعة الحال عن سليمان فرنجي ولا عن مرشحين أمثال العميد جورج خوري وما شكلهم من أسماء يطرحها سرا جبران باسيل ورئيس مجلس النواب وغيرها. وبالتالي اليوم أقل الإيمان أن يكون لدينا رئيس جمهورية سيادي ملتزم بالثوابت التي تم الإعلان عنها في اتفاق مع راب، وملتزم بالطائف وبالقرارات الدولية وبحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية. وبالتالي هذا الموقف هو موقف لإعادة تثبيت التموضع ولقطع الطريق على أي محاولة بين هلالين لتهريب انتخابات رئاسية كيفما كان، ظنا منهم أن انتخاب رئيس لا لون له ولا طعم ولا رائحة اليوم أفضل من الانتظار لمرحلة لاحقة. موقف لقاء، يعني بيان أعلن، لكن كيف يمكن تحويل هذا الموقف إلى فعل؟ هذا هو يعني في الأول والآخر هذا موقف المعارضة قد يكون عليه إجماع كامل، لكن في المقابل كيف يمكن فرض هذا الرأي؟ يعني كيف يمكن أن يتحول الكلام اللي قاله السيد سمير جعجع إلى أفعال، إلى 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 فعل، إلى حقيقة؟ سيد الكريم، كل المواقف والتموضعات السياسية وكل التوازنات التي حكمت مجلس النواب خلال العام الأخيرين تحديدا منذ الفراغ الرئاسي، منذ مغادرة غير المأسوف عليه ميشيل عون قصر بعبدة، كل هذه الاصطفافات والتموضعات والتوازنات باتت عرضة للتغيير يوميا تحت وطأة الضربات الإسرائيلية وتحت وطأة اقتناع الجميع بأن حزب الله يتلقى ضربات وخسائر جمة، وأنه بات المطلوب التحضير لمرحلة ما بعد نفوذ حزب الله. وبالتالي اليوم كل التوازنات القائمة ليست توازنات ثابتة، بل هي توازنات يعني تتغير كل لحظة
يعني مع تطور الأمور. يعني ضعف حزب الله العسكري قد يؤثر على حزب الله السياسي، يعني تحطيم ذراعه العسكري أو تقليل إضعاف جيشه أو هذا مسار عسكري يؤثر على المسار السياسي حكما، لأنه سيؤثر بشكل مباشر على كل حلفاء حزب الله. حزب الله كان يستمد قوته من عاملين أساسيين: عامل الترهيب الذي يمارسه عبر سلاحه، وبالتالي أنت تعلم كل الاغتيالات التي جرت في لبنان منذ العام 2005 منذ اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وصولا إلى الاغتيالات حديثا لأصحاب الرأي لقمان سليم وغيره، مرورا باللواء ووسام الحسن محمد شطح وإلى ما هنالك من أسماء. وبالتالي العامل الأول يعتمد على السلاح للترهيب الداخل، والعامل الثاني كان يعتمد على عامل المال من أجل ترغيب البعض، سواء بشكل مباشر بالمال وسواء بشكل مباشر بما يتعلق بتوزيع الحصص داخل الحكومات والمواقع. وبالتالي حزب الله من خلال الضربات التي تلقاها فقد هذين العنصرين اللذين كان يعتمد عليهما، فقد قدرته على التمويل. ما الشيء الذي انحدث أستاذ توني؟ إيه الشيء اللي لو حصل يمكن القول أنه حزب الله تغير سياسيا أو ضعف سياسيا؟ يعني هو ضعف عسكريا، لكن ما الشيء الذي انحدث يمكن القول أنه تغير أو ضعف؟ يعني في أي محطة؟ خلينا في الانتخابات الرئاسية. يعني لو أنا السيد نبيه بري أعطى المفتاح لكم كقوة أو أعطى المفتاح للقوى السياسية المعارضة وترك لهم الانتخاب الرئيس، هل يمكن هذا معيار ضعف أو معيار تغير؟ سيد الكريم، عندما يقبل حزب الله أو عندما يطالب حزب الله بوقف إطلاق النار، عندما يقبل حزب الله ويرضخ لتطبيق 1701، أذكر سيد الكريم أنه في معرض أيضا في نيسان أبريل من العام الحالي 2024 كانت القوات اللبنانية دعت إلى مؤتمر تحت عنوان 1701 فقط، وتم الهجوم عليها بشكل عنيف وتم رفض الالتزام بال 1701. اليوم باتوا يتوسلون المجتمع الدولي من أجل تطبيق ال 1701 وتجنيبه من أسوأ المقصود به القرار 1559. وبالتالي ثمة تطور في السياسة عندما يبدأ نبيه بري بالحديث عن القبول بمرشح توافقي، أي أنه تخلى كثنائي شيعي عن سليمان فرنجية. هذا أيضا تراجع. طيب من السياسة بديل سليمان فرنجية؟ ما هو توافقي يعني يطلع أيضا من هذا التحالف بري حزب الله، تفتكر من الاسم اللي ممكن يكون توافقي؟ وضعت أصبعك على هدف لقاء معراب. هدف لقاء معراب هو ضرب ما يطرحونه من مفهوم للتوافقية. هم بالنسبة لهم التوافقي يعني رئيس بلا موقف، رئيس بلا شخصية، رئيس غير قادر على مواجهة أي تحدي. اليوم بيان معراب أكد على ضرورة الذهاب نحو رئيس فيه كل المواصفات السيادية ويعلن ويلتزم علنا بالسعي لتطبيق القرارات الدولية والطائف. وبالتالي مفهومهم للمرشح التوافقي هو غير مفهومنا، هو غير مفهوم القوات اللبنانية، هو غير مفهوم من شارك اليوم في لقاء معراب. وبالتالي المطلوب كسر هذا المفهوم. عندما نذهب نحن يعني مستعدون، المعارضة مستعدة للذهاب بشكل توافقي إلى رئيس بمواصفاتها، إلى رئيس بالمواصفات التي، لكن ليس هناك اسم. يعني لو تغير كما نقول، لو تغير كما يقول الحزب وتغير السيد نبيه بري وأصبح الأمر مفتوح لاسم معين، في اسم حاضر عند تعتقد عند المعارضة؟ سيد الكريم، لدي هذا المعارضة أسماء من سمير جعجع وسامي جميل وميشيل معوض وصولا إلى قائد الجيش العماد ميشيل عون. وبالتالي هذه هي فئة الأسماء التي تقبل بها المعارضة وليس أي أسماء أخرى. يعني كل ما يطرح على شاكلة جورج كوري وعلى شاكلة سليمان فرنجية مع احترام الأشخاص وعلى شاكلة يعني ثمة أسماء يطرحها جبران باسيل في الكواليس، كل هذه الأسماء مرفوضة. يعني نريد اليوم بعد اليوم رئيسا بمواصفات يعني 24 كيراط وليس أقل من ذلك. نعم.
بس طيب استاذ توني، هنا سؤال في اعتقادك، كيف يتصب هذه الزيارة الأخيرة لقالباف فيما تقول؟ يعني هل في اعتقادك جاءت لتقوية هذا المحور، محور بري حزب الله، ولا العكس جاءت للتهدئة؟ لأنه في بعض تفاؤل غير مدرك الإثباتات، يعني لا أنه موجود في الحالة اللبنانية بعد هذه الزيارة. سيد الكريم، يعني هذه الزيارة أولا تدل على تخبط إيراني داخلي، هي تأتي بعد أقل من أسبوع أو 10 أيام على زيارة وزير الخارجية الإيراني. نعم. فإذا لماذا الحاجة لزيارة مسؤولين إيرانيين في أقل من 10 أيام؟ هذا يدل على أن في إيران أكثر من طيار. اليوم من أتى هو رئيس مجلس الشورى المعروف بقربه من خامنئي، نعم، في حين أن وزير الخارجية يعني من فريق آخر. هي أيضا دليل على تضعضع حزب الله، وبالتالي هم بحاجة ليرسلوا إليه القياديين الإيرانيين من أجل محاولة شتشدة أوضاعه ومن أجل محاولة رصد صفوفه. لكن هو جاء حاملا رسالة من علي خامنئي الجديد، يعني عرقجي لما جاء لم يأتي برسالة من خامنئي، لكن الجديد الآن أنه قالباف جاء حاملا رسالة من خامنئي. واضح في شيء مهم يعني في الكواليس. يعني قالباف هو مقرب من خامنئي كما قلت لك في بداية هذا الكلام، في حين أن وزير الخارجية مقرب من الجناح الإيراني الآخر ومن الرئيس الإيراني. المفارقة أن هذه الزيارة هي زيارة الجناح المتشدد، تأتي عشية الرد الإسرائيلي المرتقب على إيران، وبالتالي عشية ضربة متوقعة قاسية على إيران. يعني أخشى ما أخشى أن يكون هذا الإيراني المتشدد أتى في محاولة لتجهيز الساحة من لبنان، لأنه إذا عدت إلى كل خطابات قادة الحرس الثوري كانوا يقولون في حال تم استهداف إيران فسنشعل إسرائيل من لبنان. هم لا يجرؤون على فتح المواجهة المباشرة، وبالتالي أخشى ما أخشى أن الهدف من الزيارة هو الدفع باتجاه الاستعداد لاستعمال كل ما تبقى لديهم في حال تم استهداف إيران في الأيام المقبلة. أستاذ توني أبي نجم، شكرا جزيلا أستاذ توني.